السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله معانا تيب جديدة من النصايح بتاعة الطاقة، وهنتكلم تحديدا عن الفحص بتاع الستيم ترابس أو إيه اللي ممكن نعمله بالنسبة للستيم ترابس. التيب عندنا ببساطة شديدة إن إحنا محتاجين نشيك باستمرار على الستيم ترابس بتاعتنا ونعمل ريبير لو لقينا واحدة من التريبس الستيم ترابس مش شغالة بشكل فعال. الفكرة ببساطة هنا دول الشكلين اللي احنا ممكن نلاقيهم دايما بالنسبة للفيلير او بالنسبة للستيم تراب، ان هو يكون مسدود او كلوكد، معناها ان هو مش بيعدي الكمية اللي عايزين نخلص منها من الكوندنسيت. هنا فكرة الستيم تراب باختصار شديد ان هو معدة موجودة في الستيم سيستم عشان يسمح ان احنا نتخلص من الكوندنسيت اللي بيحصل من تحول البخار من الحالة البخارية اللي هو فيها للحالة الكوندنسيت او يعني الحالة الليكويد، من غير ما نخسر كمية الستيم الموجودة اصلا في اللوب. ده الفانكشن الاصليه بتاعته، زائد ان هو بيخلصنا من كميه الغازات النون كوندنسابل زي الاير في بدايه التشغيل وخلافه، لان الاير بيبقى عازل الحراره وما بيخليش الستيم ياخد كميه الحراره الكافيه اثناء تكوينه، فلازم كنا نخلص منه. يبقى الستيم تراب ده لو مسدود زي الحاله دي ما بيعديش كوندنسيت ولا بخار، وبيفضل يخلي لك الكوندنسيت يتراكم في الجانب اليمين دوت، وبالتالي ده يعمل لك ووتر هامر في الخطوط. على الناحيه الثانيه هنا ممكن تكون برضو الستيم ده الستيم تراب يعني فاتح على طول، وبالتالي يعدي كوندنسيت على بخار وكميات كبيره جدا، يبقى هو كانه ملوش وجود، وبالتالي خسرك كميه البخار اللي موجوده. هتلاقي هنا اللون الاحمر اللي هو دليل على الحراره هنا في الاسكان دوت، يوريك قد ايه ان التراب دوت شغال، بيعمل بيعدي بخار. التراب ده هنا سخن في الجانب اليمين ده اللون الاحمر هنا اهو، لكن بارد جدا زي ما انت شايف هنا في السكيل دوت على الجانب الشمال، معناها ان هنا هو مسدود ومش بيعدي حاجه. طيب يبقى ايه الاثار اللي بتترتب على الموضوع دوت؟ زي ما احنا قلنا كده، بنخسر بخار، بنخسر كوندنسيت، بنخلص من الانرت اللي موجوده في اللوب زي الاير، وفي نفس الوقت بنعمل ووتر هامر، واحنا شفنا الموضوع دوت واسبابه. طيب ايه الاكشنز اللي ممكن نعملها؟ احنا ممكن نعمل سيرفي على الترابات ديت. في نوعين من السيرفي، اول نوع ان احنا بنعمل فيجوال سيرفي، يعني بنبص على التراب ونشوفه شغال في السايكل بتاعته ولا. يعني ايه السايكل بتاعته؟ يعني التراب لو هو شغال نورمال بيبدا يخرج كميه من الكوندنسيت، وبعدين يقفل، وبعدين لغايه لما يرفع المستوى بتاع الكوندنسيت جواه، وبعدين يفتح تاني عشان يخرج الكميه دي. يبقى انت بصيت على التراب هتلاقيه بيخرج كميه وبيقعد فتره، وبعدين يخرج كميه كمان، وبعدين يقفل، وهكذا. ده لو هو شغال كويس. لو التراب شغال على طول عمال يخرج كميه مستمره من البخار والكوندنسيت بكميه كبيره، او مش معدي اي حاجه خالص، تعرف ان التراب دوت محتاج يتعمل له صيانه. ده اول طريقه، الطريقه دي اللي هي الفيجوال. الطريقه الثانيه اللي هي مش فيجوال، اللي بنسميها الالتراسونيك، بنبدا نسمع ايه اللي بيحصل في التراب من خلال الجهاز اللي هو زي ما انت شايف في الصوره هنا. الجهاز ده فيه سنسور التراسونيك بيبدا يسمع الصوت قبل وبعد التراب، فبالتالي لو لقى الصوت قبل التراب زي بعد التراب، معناها ان التراب معدي كميه من البخار على طول مستمر. لو بدا الصوت يتغير قبل وبعد بشكل السايكل اللي احنا قلنا عليه، معناها ان التراب شغال تمام وبيعمل السايكل بتاعته اللي احنا قلنا عليها. يبقى دي طريقه تانية بنكتشف فيها برده الترابات اللي معديه او اللي محتاجه صيانه او اللي شغاله 50% بشكل كويس ومحتاجه صيانه. طيب يبقى بعد كده، بعد ما بنعمل النوع ده من السيرفي او الحصر دوت، ناخد الترابات دي ونبدا ناخدها بالتتابع، نعملها الصيانه اللازمه، نفكها وتتنضف وتركب او نغير نوعها لو هي محتاجه تغير النوع، يعني نشوف حجم او نوع الصيانه اللازمه ليها. بالنسبه للتكلفه طبعا الموضوع مش مكلف خالص، ممكن التكلفه تبقى مجرد بس انك تشتري الجهاز نفسه بتاع الالتراسونيك، او ان انت تدفع لشركه تيجي تعمل السيرفيس السيرفي دوت موجود عندك في المصنع، زائد الكوست بتاع الصيانه نفسه. على الناحيه الثانيه العمليه بسيطه كده زي ما انت شفت، فالديفيكولتي ليفل بالنسبه للفرصه ديت لو سهله جدا ان احنا نعملها. السيفنج بتبقى هايله، احنا ممكن نسيف حوالي 4% من اجمالي اللوسز اللي بتحصل ديت، يعني 4% من اجمالي التكلفه بتاع التشغيل بتاع الستيم سيستم، ودي رقم كبير جدا. انت ممكن ما تكونش اصلا واخد بالك ان انت عمال تخسره بسبب ان ما حدش بيبص على التراب، ما حدش بيجي ناحيتها. على الناحيه الثانيه بنوفر كميه من السي او 2 اللي بتطلع، لان طبعا لو قدرت توفر البخار دوت اللي بتخسره في التراب، بتقدر توفر قصاده الكميه المقابله من الفيول اللي انت عايزه للغلايه عشان تعوض كميه البخار ديت. دي كانت تيب سريعه عن الستيم تراب، اتمنى تكون مفيده بالنسبه لكم، واحب اسمع برضو اقتراحاتكم. لو في اقتراح ارجوكم شيروا الفيديو ده مع الاخرين عشان نرفع مستوى النولج بتاع فيما يخص الانرجي. وتحت امركم لو في استفسار اساعدكم في اي حاجه اكون طبعا سعيد جدا. شكرا، اشوفكم التيب الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.